وصلنا لفقرتنا الطبية لنحكي فيها عن حساسية الأسنان. كثير من الأشخاص بيعانوا من حساسية بالأسنان عند تناولهم الأطعمة الباردة والساخنة، ويمكن هذا الشيء السبب الأساسي بيرجع لتآكل المينا. يا رشا، أكيد ليلى، في كثير اليوم طبياً أسباب ممكن تؤدي لهي الحساسية، رح نتعرف عليها بفقرتنا لليوم، وأكيد بتختلف من بنية لأخرى، من شخص لآخر، من الاستخدامات العشوائية بتنظيف الأسنان، بالمأكولات، وعدم استخدام الفرشاة بشكل صحيح ممكن أكيد يأثر. اليوم رح نتعرف أكثر على هذا، خلينا نقول حالة، هو ليس مرض، هي حالة الحساسية، مع ضيفتنا لليوم وهي الدكتورة ديانا أقبيق، أخصائية في طب الأسنان. يسعد صباحك دكتورة. صباحك. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بداية دكتورة، خلينا نعرف شو هي حساسية الأسنان. الأسنان الحساسة هي الأسنان اللي بتسبب ألم للشخص، وهذا الألم بيكون حاد ومفاجئ نتيجة لمؤثرات خارجية أو محفزات خارجية. شو هي المحفزات الخارجية؟ يعني خلينا نقول بالعامة أكثر، المريض بيلمعوا عليه أسنانه إذا شرب شيء بارد أو شيء سخن أو أكل شيء حامض أو حلو، أو أحياناً حتى إذا استنشق الهواء، بس من ثم دخل الهواء بتلاقي حس بهيك بلمعة أو وجع لمدة ثواني وبيروح، وممكن يحس هذا الوجع بسن واحد أو بعدة أسنان. طيب اليوم خلينا نروح للبنية، نحن حكينا بها، خلينا نقول بالعوامل الخارجية اللي ممكن تسبب هاي الحالة، ولكن اليوم في عوامل داخلية بالأسنان أهبت حدوثها. خلينا نحكي عن الأسباب الصحية اللي بتؤدي لحدوث الحساسية. هلأ الأسباب اللي ممكن تؤدي، إذا بدنا نشيل أسباب أنه الشخص هو السبب فيها، اللي هي مثلاً غسولات أو طريقة فرشاة خاطئة أو مبيضات، في عنا مرضى هن بالأصل بيكون في عندهم سوء بتشكل المينا، بتكون مينا الأسنان عندهم ضعيفة، وغالباً هذا الشيء بنشوفه عند الأشخاص البالغين، يعني الأسنان الدائمة بنلاحظه هذا الشيء أكثر من الأسنان المؤقتة. في عنا مرضى بيكون عندهم أمراض جهازية، يعني في عنا مرض القلص المعدي اللي بتطلع العصارات المعدة، من المعدة للمري بتطلع بعدين للفم، هي كلها عبارة عن حمود بتعمل تآكل بطبقة، يعني من الأولى بالعامية الحرقة ممكن أو لا؟ لا، شيء القلص هو ارتجاع العصارات تبع المعدة، كمان هي من الأسباب اللي بتأثر. تمام، خلينا نحكي عن أثر استخدام الغير ملائم للمبيضات وأيضا فرشاة الأسنان وكمان الغسول الفم، خلينا نحكي شوي عنه. هلأ غالبا بتلاقي في أشخاص بيجيبوا تيوبات الطبيب المنزلي لنقول، بيشتروها بدون ما ياخذوا استشارة الطبيب. هي التيوبات هي عبارة عن مادة اسمها بيروكسيد الهيدروجين، وهي مؤكسد كتير قوي، طبعا هي لها تركيز معينة، وهي التركيز بدها تنحط بأوقات معينة، فبتلاقي المريض بيجيب هاي التيوبات تمام وبيستخدمها، وممكن يحط المادة وينام فيها، هون هو بيكون عمل تخريش كتير قوي وتآكل كتير كبير لطبقة المينا. فدائما أي تبييض، هن العالم بيفكروا انه التبييض شغلة بسيطة، لا، حتى التبييض لازم يكون بإشراف الطبيب. فرشاة الأسنان كمان، مثل ما في عنا مرضى مهملين للصحة الفموية، في عنا مرضى عكسهم، لأنهم بيهتموا زيادة، يعني أنا كمان غلط أني أنا كل ساعة أمسك فرشاة الأسنان وفرش أسناني، لأنه بالنهاية أنا عم بعمل حت لطبقة المينا. بالإضافة مثل ما حكيت حضرتك، الغسولات كمان هي فيها مواد حمضية، كمان استخدامها بكثرة كمان ممكن يعمل عامل سلبي. شو ممكن تأثر اليوم التناول، خلينا نقول، المشتقات الحمضية على الأسنان؟ هلأ المشتقات الحمضية هي الحموض طبعا بشكل طبيعي، ما في مشكلة، بس يكون المريض، في مرضى عندهم إدمان بيمسكوا قطعة الليمون وبياكلوها، طيب هذا الليمون، هي المادة الحامضة عم تعمل مثل غؤورات أو ثقوب بطبقة المينا، متى ما انكشفت عنا طبقة العاج ونحطت طبقة المينا، فهون بصير في عنا الحساسية السنية والآلام. تمام، دور التعرض الأسنان للشقوق وتصدع، هل كمان له علاقة بهي الحساسية؟ طبعا. هلا اول شيء، ليش ممكن المريض يصير عنده تصدعات؟ ممكن في مرضى بياكلوا اطعمه صلبه، مثلا مكسرات، البزر،
هي التصدعات كمان في عم تعمل شقوق. هي الشقوق هي عبارة عن منفذ كمان لأنه تنكشف طبقة العاج. في عنا مرضى السرير الليلي، هنن المرضى اللي بيكزوا أسنانهم هن النايمين، هذا ممكن يكون سببه نفسي أو ممكن يكون مشكلة بالمفصل عنده، طبعا كله بده يتعالج عند الطبيب. في عنا حالة كمان ما حكيناها كمان بتعمل حساسية بالأسنان، إذا صار في عنا مشاكل لثوية وانحسرت اللثة. هلأ نحن عنا تاج السن بغطي المينا، بينما المينا هي الطبقة الحامية، بينما جذر السن بغطي الملاط. الملاط هو طبقة كتير رقيقة مو مثل المينا، فممكن كمان الملاط تحته العاج، فممكن كمان إذا انكشفت اللثة فتبين عنا طرف من جذر السن كمان، هون يصير المريض عنده حساسية. يعني كمان المشاكل اللثوية بتأدي لحساسية. اليوم مجال واسع بموضوع الحساسية، هو بحسه موضوع شائع وعام عند الناس، يعني أكثر كذا سبب، لأنه يمكن خلينا نقول الحالات الإسعافية اللي بيروحوا فيها على طبيب الأسنان عم تكون كمان تأثيرها سلبي جدا. يعني خلينا نروح للوقائيا وعلاجيا اليوم صحيا، كيف اليوم عم تتعاملوا مع هي الحالات؟ هلا أنا غالبا أول شيء بشوف السبب، بحاول عالج السبب قبل ما اني انا احط نتيجة. يعني انا قبل ما اجي اوصف للمريض اقول له خد فلور، غير المعجون، جيب لي معجون فيه فلورايد اكثر، انا بشوف السبب. يعني اذا انا كان عندي سبب تصدعات بسبب سرير، بوصف له مثلا جهاز ليلي يحطه وينام فيه. مثلا انا كان عندي السبب هو مرض قلص او بعالجه جهازيا. اذا كان عندي السبب انه المريض عم بيفرش أسنانه بفرشاية كتير قاسية، نوصف له فرشاة لينة. كمان ممكن أوصف أنا معجون تكون فيه مادة نترات البوتاسيوم عالية، تركيزها أعلى، لأنه نترات البوتاسيوم بتندخل ضمن قنيات العاج، إذا كان في انكشاف للعاج بتسدها بتوقف الحساسية، إضافة للمضامد اللي فيها فلورايد أكتر. ودائما يراجع طبيبه لحتى دائما يعطي خطة علاج صحيحة. تماما، هي من النقاط المهمة اللي كثير من الأشخاص إنه ما بيروحوا لعند طبيب الأسنان لحتى تكون الحالات متأزمة بشكل كبير. خلينا نحكي، ذكرتي من شوي إنه العناية وتفريش الأسنان لكن مو بكثرة، الكثرة بتضر، هي الحد الأدنى قديش لازم يكون الحد المقبول لهذا الشيء؟ هلأ المفروض تقريبا بعد كل وجبة طعام، بس في شغلة كتير مهمة إنه أنا مو فورا بعد وجبة الطعام، أنا أنطر على الأقل نص ساعة بعدين فرش أسناني، لأنه كتير في أطعمة مثلا يكون فيها مواد حامضة نحن ما بنعرف، بكون أنا إذا فرشيت أسناني فورا بعد ما أكلت هاي المواد بكون أنا طبقت عملية ميكانيكية اللي هي الفرشاية وكيميائية اللي هي المواد الحامضة، فأنا نزعت أو قضيت على قنيات المينا. طيب خلينا نروح للأشخاص اللي عندهم مركبين جسور وعاملين فينير تجميلي، يمكن بعد سنوات يحسوا أنه بلش تحت الجسر أو هيئة التركيبة يبلش فيه حساسية، هدول لهم حالات خاصة أو ممكن تتشابه مع الحالة العامة؟ لا طبعا هدول لهم حالات خاصة. هلا ممكن لي سبب هذا الشيء، يا اما قلة العناية الفموية، يعني بتلاقي المريض ممكن ما يعرف ينظف اسنانه منيح وقت يكون في فينير، واصلا هي الفينير ممكن تراكم طبقة البليك اكثر، فلازم يروح لعند طبيبه لحتى يكتشف شو هي المشكلة. ممكن يصير في نكس نخر تحت الفينيرات، كلها هي بتؤدي لحساسية، أو مثل ما حكيت أنه ممكن أصلاً الفينير إذا كان بشكل غير صحيح أو عناية مو صحيحة تنحسر اللثة هون، فبصير في عنا انكشاف لجذور الأسنان وحساسية. يعني فينا نقول أنه دائماً أي شخص بيعمل أي إجراء تجميلي سواء فينير زيركون لازم يضل في متابعة بينه وبين الطبيب، يكشف عن هاي الحالة دائماً بشكل مستمر، لازم يضل في تشيك أب على الأقل 6 شهور لسنة.
تمام. نتشكرك اليوم لحضورك دكتورة ديانا، واكيد بالصحة والسلامة لجميع الناس، وضل هيك الابتسامة حلوة دائما. عم نحكي عن العنصر الجميل بالابتسامة، فمفروض اكيد ننتبه. شكرا لك. شكرا لكم، اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لك دكتورة وعلى المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح.